بالمناسبة النهاردة تم الإعلان على إن قرعة الدوري يوم 9 أكتوبر، أعتقد هتكون يوم الحد المقبل قرعة الدوري، وهتكون غير موجهة. يعني إيه غير موجهة؟ يعني ممكن تبص تلاقي الزمالك بيلعب الأهلي في الأسبوع الثالث الرابع، مش لازم بقى يكون هنا ولا هنا ولا يلعبوا في نهاية كل دور، لا هي قرعة مش موجهة. والدوري هيبدأ يوم 18 أكتوبر، الدوري هيبدأ يوم 18 أكتوبر. طيب أستأذنكم في حاجة صغيرة، لأن أنا بتشتم على الفيسبوك، فبما إني بتشتم هم فكروني، هم بيجيبون نفسهم. يعني امبارح لقيت أحد المتابعين عندي بعت لي بيقول لي كان على لايف الأستاذ معتز الشامي، المتابعين عنده بيتكلموا كده مع بعض، وراحوا اطلقوا اسم على النادي الاهلي وسموه نادي ابو حمامة، سموه نادي ابو حمامة. فسألت ايه ابو حمامة ده، عرفت ان هم شالوا الظاهر اللوجو جديد، عاوزين بقى يشيلوا النسر ولا البتاع اللي هو الكتكوت اللي على البتاع ده، ويحط بدل النسر ده حمامة، اللي هي الحمامة اللي بتطير دي. فراحوا اطلقوا عليه إيه؟ امبارح ابو حمامه، وكان هاشتاج كبير، يعني كان الموضوع انتشر، ونادي ابو حمامه نادي ابو حمامه. فانا سالت ايه نادي ابو حمامه ده، عرفت ان نادي ابو حمامه ده ان هم احتمال يشيلوا النسر ويحطوا حمامه بدل النسر، ولكن اعتقد اللوجو الجديد بقى اللي طلع ده مش عارف بقى فيه حمامه ولا فيه نسر ولا فيه عصفوره ولا فيه حدايه، الله اعلم. ولكن ده بس عشان افتكرت، لان الناس اللي بتشتمني على الفيسبوك فكروني بأبو حمامة، فحبيت أحكي لكم قصة أبو حمامة. نسيبنا بقى من قصة أبو حمامة وندخل على قصة أبو الكهارب. أبو الكهارب الهارب، ماله بقى أبو الكهارب الهارب؟ أبو الكهارب الهارب كهربا رايح جاي، عارف أنت فيلم إسماعيلية رايح جاي، محمد فؤاد وخالد النبوي ومحمد هنيدي وحنان تركو، فكان فيلم جميل يعني من الافلام الناس الكبار اللي زي حالاتي فاكرينهم يعني. فابو الكهارب يوم يقولوا له هندفع لك الغرامه ويوم مش هندفع لك الغرامه، يوم هندفع لك الغرامه ويوم مش هندفع لك الغرامه. النهارده الكابتن شوبير لما بيتكلم ما بيتكلمش من فراغ. كابتن شوبير الرجل الذي يمتلك الموهبه ما بيتكلمش من فراغ، اعرف كده بفصص كلامه هتاخد المفيد. بيقول لك ايه بقى الكابتن شوبير؟ بيقول لك كهربا غير ملتزم بالبرنامج الفني الذي تم وضعه له، ومزعل الناس منه، وعليه الالتزام الفترة القادمة، ومش هقول هو عمل ايه. والنبي يقول، والنبي يا كابتن عشان خاطر وحياة الموهبة اللي عندك، قول لنا كهربا عمل ايه بس، والنبي نفسي اعرف عمل ايه. هل ضرب حد على قفاه تاني؟ ضرب حد على قفاه؟ طب ضرب حد بالشلوت؟ بس كهربا انا عارف لما بتفلت منه والله ما بتعرف توقفه، بيخرج عن البتاع تبص تلاقيه ماسك الواد اللي هو اللي بيحفل ده اللي عندهم، عارفينه انتوا، مره يضربه على قفاه مرة يضربه بالشلوت. فأنا نفسي أعرف كهربا عمل إيه؟ كهربا عمل إيه؟ فالأهلي أقسم بالله العظيم في ورطة، ولما أقسم لك بالله تصدقني. سيبك بقى من شغل بوابين يا بليلة، سيبك من شغل العيال اللي ضربة ستروكس دي. الأهلي في مصيبة. ليه مصيبة؟ الأهلي مش هيقدر ما يدفعش الغرامة الكهرباء. مدفوع مدفوع يا ولدي، يا اما هتتفضح بجلاجل ونطلع بقى كلنا حلقاتك برجلاتك. هو الاهلي لابس ايه؟ لابس احمر، احمر في احمر، هو حلو ولا ايه؟ ونطلع بقى كلنا نقعد نغني حرقاتك برجلاتك، والاهلي ده فضحته تبقى بجلاجل. لو كهربا اتكلم، لو كهربا اتكلم، فالاهلي مش هيخلي كهربا يتكلم، والاهلي هيحاول يسد بق كهربا باي شكل، وهيدفع له الغرامه وهيمدد عقده.
يعني حتى الاهلي يا عيني مش هيدفع ال 50 مليون بس، ده هيدفع ال 50 مليون ويلبس كهربا زي ما انا قلتها، يلبس كهربا 3 4 سنين تاني. يا لهوي، ده الراجل لسه الدوري ما بدأش وعمل مصيبة شوبير مش عاوز يقولها. البسه 3 4 سنين تاني. اه والله، فتخيل ممكن نادي ابو حمامة يلبس كهربا 4 سنين تاني او 3 سنين وهو كهربا مش ملتزم وكهربا مش يعني. فبرضو انا لما اقول نادي ابو حمامة انا اقصد النادي الاهلي والحمامة اللي هي اللي في اللوجو بتاع الاهلي عشان تكونوا عارفين يعني. فهل ممكن نادي ابو حمامة يلبس كهربا؟ اكيد، واكيد هيدفعوا له الفلوس، واكيد مش هيزعلوه، لان الكهربا لو زعل هنقعد بقول لك نغني حلقاتك برجلاتك. هو الاهلي لابس ايه؟ لابس احمر، احمر في احمر، هو حلو ولا ايه؟ فابو الكهارب موضوعه يعني عامل زي قضيه الشرق الاوسط، موضوع مش هنخلص. لا، والاهلي يقول لك ايه؟ بيعجبني الاهلي اللي هو عارف انت الفيلم بتاع غبي منه فيه، يقول لك انت هتدخل من هنا والبوليس يدخل من هنا ونتمسك هنا، شكلك فاهم يا نصر، عارف انت الحوار ده. او الاهلي بقى بفتكر الكلام اللي هقوله لك دلوقتي، بفتكر اللي هو نص ده، شكلك فاهم يا نصر. الاهلي بيتذاكى بقى، مش هدفع الفلوس دلوقتي ليه؟ لما الزمالك باب الكود يتقفل عشان ما يعرفش يجيب صفقات. يا راجل يا راجل يا راجل، على رأي زكريا يقول لك سلطان، اهو الاهلي ده سلطان، اهو سلطان، عاوز يدفع الفلوس بعد ما باب الكود يتقفل. يا عم انا جبت صفقاتي والمصحف، والله انا جبت صفقاتي وخلصت وبنتمرن وبنعمل فترة الاعداد، انت نايم في العسل سلطان. هناخد منك الفلوس، هندفع مقدمات اللعيبة، مش محتاجة يعني ال 25% اللي هي مقدمات اللعيبة، اللي هي مقدمات اللعيبة. فسلطان، ده بقى ذكي شوية يعني. سلطان، انتوا عارفين مين سلطان؟ انتوا عارفين مين سلطان؟ سلطان اللي هو بيفكر في الحاجات دي. فسلطان عاوز يدفع الفلوس بعد ما القيد يتقفل. طيب، هل في اخبار تاني على نادي ابو حمامة ولا كده خلاص؟